دونك هذه الوقفة احتجاجية جاءت ردا على بعض التجاوزات المتمثلة في أنه تم ترانسفير أو لا تم تنقيل العمال بالطريقة اللي هي تعسفية، ثلاثة ديال العمال بالطريقة اللي تعسفية، يعني تنقيل المدن أخرى اللي هي بعيدة وماشي غير دري، للأسف كاين يعني جوج ديال البنات. وكذلك تم طرد واحد من 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 العمال بدون أي مبرر، فقط لانتمائه لعمل نقابي. حنا كنعرفوا أن العمل النقابي هو عمل مشروع وكينص عليه الدستور ديال 2011 اللي جا به جلالة الملك. بالنسبة لطبيعة العمل ديالنا، حنا عندنا كونترا بيناتنا وبين الشركة، وهاد الناس اللي وقع عليهم هاد الترانسفير هذا أو هاد التنقيل هذا هما ناس اللي هما قدامين، يعني كنهضروا أكثر من 5 سنوات ديال المزاولة ديال العمل، ولله الحمد ما كانش عندهم يعني شي سوابق اللي ربما داخل العمل أو لا هما أشخاص غير يعني غير مجدين في العمل ديالهم، وبالتالي هاد الممارسات هادو حنا كنعتبروهم ممارسات اللي هما تعسفية محضة، لا تنقيل ولا كذلك الطرد. حنا كنطلبوا بتسوية الوضعيه ديال هاد العمال هادي، وكذلك كنجلسوا مع الشركه باش نعرفوا شنو هما الامور اللي نقدروا اننا نخدموا فيهم او لا نقدروا اننا نتواصلوا معهم، على الاقل انه يكون تواصل بيناتنا وبين الشركه ويكونوا حلول، اقتراحات ديال الحلول. وحنا بطبيعه الحال حنا مفتوحين على جميع الابواب. هاد الوقفه احتجاجيه طريقه من طرق التواصل ديالنا، لان ما تسمعش الصوت ديالنا داخليا، اضطرينا اننا يكون الشارع هو المكان اللي نقدروا نوصلوا به الرساله ديالنا. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.